أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023-2031. بناء على قرار مجلس الوزراء بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 تحت شعار نتشارك للغد، وبهذه المناسبة قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: لقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية. وحظي تمكين المرأة أيضا باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة. وتابعت سموها: تعد الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2002 والاستراتيجية الثانية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 من أبرز المبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، وها نحن الآن نطلق سياسة وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2023-2031. إن سباق التطوير والتنمية الذي تشهده الدولة دفعنا لأن نعمل تقييما لاستراتيجية 2015-2021 بما يمكننا من رفع سقف طموحاتنا في مجال الارتقاء بوضع المرأة الإماراتية.